بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي على جزء السنسيشن في الهيومن، الاحساس في الانسان. هنبتدي بقى نشوف جزء الهيومن. طبعا المفروض انه افضل من جزء البلانت، يعني على الاقل انت حاجه ملموسه او نفسك تعرفها، انما جزء البلانت انت تقول انا يهمني ايه في البلانت يعني. فالمهم ان الجزء المفروض يكون الطف يعني او افضل. هنشوف دلوقتي مع بعض. والحقيقه ان هو في حاجات انت عارفها فيه، لكن برضه في حاجات رخمه يعني. في عندنا انترو بسيطه كده، مش عايزين فيها اي حاجه خالص. هنبتدي الكلام ده هيتعاد بعد كده يعني. نبدا دلوقتي اول جزء عندنا هنا في النيرفس سيستم. احنا هندرس طبعا في النيرفس سيستم كله بالتفصيل. فاصغر وحده تركيبيه او الاستراكشر يونت بتاعت النيرفس سيستم، اصغر حاجه في الجهاز العصبي هي النيرف سيل. النيرف سيل ولها اسم تاني اسمها النيورون. طيب من مميزات النيورون دي او النيرف سيل، الخليه العصبيه دي بتميز ان هي سمول ان سايز، حجمها صغير جدا. كان نوت بي ريكوجنايز باي نيكد اي، يعني ما اقدرش اتعرف عليها بالعين المجرده. كان نوت بي ديفايد، لا يمكن تنقسم. كان نوت بي رينيود، لا يمكن تتجدد بنفسها، يعني ما تقدرش تعمل ده لنفسها. هنعرف كل الكلام ده ليه دلوقتي. طيب تعال نشوف ادي تركيب النيرف سيل. النيرف سيل موجود فيها جزء كده اللي هو اسمه السيل بودي، اللي هو ده طالع منه تفرعات كتيره قوي اسمها دندرايتس، اللي هو الكلمه دي دندرايتس، ودي عشان تستقبل النيرف امبلس، الاشارات العصبيه الكتير. تمام، يبقى دلوقتي اسمه السيل بودي. تمام، جسم الخليه، وده طبعا طالع منه برانشز كتيره قوي اسمها دندرايتس. طيب كمان طالع منه اكزون طويل كده، يعني حاجه فرع طويل كده او فايبر او ليفه طويله كده اسمها اكزون، متفرعه لتفرعتين تاني اسمهم تيرمينال اربورايزيشن. تمام، طيب تعال نشوف كده مع بعض. هنتكلم عن حاجه حاجه. اول حاجه السيل بودي اللي هي الحته اللي قدام دي، لو انا مثلا حاولت ارسمها هنا ممكن ارسم كده كده. تمام، هنا في نيوكليوس وحواليها طبعا سيتوبلازم وفي جرانيولز كده اسمها نيسل جرانيولز. هنتكلم عن الكلام ده كله دلوقتي. طيب اولا انا كاتب لك انها بتحتوي على راوندد نيوكليوس. السيل بودي اللي هو السيتون، تمام، بيحتوي اللي هو قدامنا ده، بيحتوي على نيوكليس كبير قوي سراوندد بسيتوبلازم، بيسموه ايه؟ نيوروبلازم، بيسموه نيوروبلازم. السيتوبلازم اللي هنا اسمه نيوروبلازم. طيب كمان بيحتوي على ايه؟ على نيوروفيلمنت، الياف كده، خيوط الياف بيسموها نيوروفيلمنت. بقول لك كل السيل اورجانيلز موجوده، كل السيل اورجانيلز موجوده، اللي هي زي الميتوكوندريا موجوده، زي جولجي بوديز موجوده. تمام، كل دول موجودين ما عدا السنتريولز. ما عدا الايه؟ السنتريولز. السنتريولز دي يا جماعه الحاجتين اللي كانوا بيساعدوا في انقسام الخليه. سنتريولز دي حاجات بتساعد في انقسام الخلايا. تخيل معايا ان الخلايا العصبيه زيها زي اي خليه، فيها كل الحاجات اللي في اي خليه ثانيه ما عدا ايه؟ ما عدا السنتريولز. تمام، وده السبب اللي بيخلي السنتريولز، السنتريولز اللي بيساعد اي خليه انها تنقسم، يعني اي خليه بتنقسم عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها السنتريولز. تمام، طيب تخيل معايا النيرف سيل ما عندهاش سنتريولز، هل هتعرف تنقسم؟ لا طبعا مش هتعرف تنقسم. ويقول لك ده السبب اللي بيخلي النيورون كان نوت بي ديفايد. تمام، طيب هي صحيح ما عندهاش سنتريولز اللي موجود في كل الخلايا، يعني كل الخلايا سبحان الله عندها سنتريولز الا الخلايا العصبيه. طيب بس الخلايا العصبيه فيها حاجه مش موجوده في كل الخلايا، اللي فيها ايه؟ نيسل جرانيولز. ايه النيسل جرانيولز؟ قال لك ان هي ايه؟ يونيك فور نيرف سيلز، مميزه جدا للنيرف سيل، يعني اكتر حاجه بتميز النيرف سيل. طيب وظيفتها ايه؟ ده بتستور فود تو بي يوز دورينج الاكتيفيتي، بتخزن الاكل عشان تستخدمه اثناء الاكتيفيتي. يبقى فيها مواد غذائيه او حاجات نيسل جرانيولز، حبيبات كده بتخزن الغذاء عندها اسمها النيسل جرانيولز. يبقى النيرف سيل هنا لو هنعيد الكلام اللي احنا لخصناه، انه اصغر حاجه عندنا في الجهاز العصبي او الوحده التركيبيه او الاستراكشر يونت اوف نيرف سيستم هي النيرف سيل او النيورون. النيرف سيل بتكون حجمها صغير سمول ان سايز، كان نوت بي ريكونايز باي نيكد اي، ما تقدرش تشوفها بالعين المجرده، كان نوت بي ديفايد، لا يمكن تنقسم، كان نوت بي رينيود. طيب النيرف سيل بتتكون من جسم الخليه اسمه السيل بادي او سيتون، وده بيحتوي على النيوكليس، بيحتوي على سيتوبلازم بنسميه نيوروبلازم، بيحتوي على خيوط او الياف بيسموها نيوروفيلمنت. كل الاورجانيلز موجوده، كل الاورجانيلز موجوده زي الريبوزوم والميتوكوندريا والجولجي بودز، الحاجات دي كلها موجوده اكسبت سنتريولز، ما عندهاش سنتريولز، وده السبب اللي بيخليها انها كان نوت بي ديفايد. طيب لكن بتحتوي على حاجه غيرها، غير السنتريولز، بتحتوي على حاجه اسمها النيسل جرانيولز، والنيسل جرانيولز دي يونيك فور نيرف سيل، يعني مميزه للنيرف سيل، ودي بتستور فود عشان استخدمها اثناء الاكتيفيتي. فتلاقي دايما النيسل جرانيولز ابير دورينج ريست، اثناء ما هي في الريست بتكون موجوده النيسل جرانيولز، ودي سابير دورينج الاكتيفيتي، ولما بتعمل نشاط بيكون الاكل استهلك فبتختفي النيسل جرانيولز دي. طيب في تفرعات بقى سيل بروسيسز، بروزات طالعه من الخليه. اول حاجه الدندرايتس، التفرعات الكتير، الشعر الكتير اللي فوق ده، التفرعات الكتير دي. فكتب لك انها ميني شورت برانشز، تفرعات قصيره كتيره ذات ارايز فروم ذا سيلبا، طالعه من السيلبا دي. ليه يا عم؟ عشان تزود السيرفيس اريا، تو انكريز ذا سيرفيس اريا افيلابل تو ريسيف ايه؟ النيرف امبلس، النبضات العصبيه او الاشارات العصبيه. يبقى دايما عند الدندرايتس بتكون هي ميني شورت برانشز طالعه من
السيل بودي، ودي مهمتها انها تزود انكريز السيرفيس اريا ذات اللي هي ذات ار افيلابل تو ريسيف مور نيرف امبلس. تمام. طيب والنيرف امبلس بتعدي فيها وتوصل للنيرف سيل. طيب هنشوف مع بعض الاكزون. الاكزون بقى ليه اسم ده؟ اسمه نيرف فايبر. النيرف فايبر طوله طبعا لونج سيتوبلازم اكستنشن او امتداد سيتوبلازم طويل، ممكن طوله يوصل ل 1 متر. 1 متر تمام. طيب طيب كتب لك 1 متر ازاي دوت عشان تعرف بس، اللي هو مثلا الخليه العصبيه اللي واصله من صوابع رجليك لغايه السباينال كورد الموجود في ظهرك، من صوابع الرجل لغايه السباينال كورد الموجود في الظهر، طبعا دي طولها ممكن يوصل 1 متر. طيب لو شفنا الاكزون، بس احنا بنرسم مع بعض كده الاكزون اهو، هتلاقي ان حواليه طبقه دهنيه كده اسمها فاتي لاير. فاتي لاير اهي، طبقه دهنيه فاتي لاير. الطبقه دي بيسموها مايلينشيس، بتطلعها الخلايا اللي تحت منها هنا اللي اسمها شفان سيلز. يبقى دلوقتي انا عندي مشاوره من بره كده، لو شاورت من بره دي اسمها المايلينشيس. طيب الخلايا اللي بتطلعها اللي من جواها المشاور السهم اللي داخل اللي جوه ده اسمها شفان سيلز. يبقى دلوقتي المايلين شيز هو عباره عن ايه؟ الطبقه اللي من بره دي اللي حوالين الاكسون اسمها ايه؟ فاتي لاير او فاتي شيز او ليبيد شيز، وده بيطلع بسبيشال سيلز بخلايا مميزه بيسموها شفان سيلز. طيب هل المايلين شيز موجود على كل الاكسون ولا انتربتد في سيرتن بوينت؟ هتلاقي لا، ان في سيرتن بوينت هي الحتت دي ما فيهاش مايلين شيز، اللي هي الحتت دي تمام؟ الحتت اللي هنا دي، التقاطعات دي تمام؟ التقاطع ده والتقاطع ده والتقاطع ده. فكتب لك ان المايلين شيز از نوت كونتينوس اراوند ذا اكزون، يعني مش مستمر على طول الاكزون، بات انتربتد ا سيرتن بوينت، ولكن متقطع عند نقط معينه بيسموها رانفييه نود. يبقى العقد دي اسمها عقد رانفييه، عالم فرنسي اكتشفها بيسموها رانفييه نود. فكتب لك اهو ان المايلين شيز از نوت كونتينوس اراوند ذا اكزون بات انتربتد ا سيرتن بوينت، بيسموها نود اوف رانفييه. اذا نود اوف رانفييه بيعتبروها ايه؟ نون مايلينيتد بارت اوف ذا اكزون، يعني اجزاء ما فيهاش مايلين شيز. طيب كتب اكتشفوا حاجه كمان، ان المايلين شيز ده بيعمل كانسوليتور ماتيريال، كماده عازله كده زي الواير بتاع الكهرباء عندنا، ما بيحطوا بيبقى حواليه الواير النحاس ده اللي جوه بيبقى محطوط حواليه بلاستيك من بره، عشان سببين، عشان ما يكهربش وعشان يعمل كعازل فالالكترونات تمشي بسرعه. نفس الكلام المايلين شيز اللي من بره ده بيعمل كانسوليتور ماتيريال، فسرعه سريان الامبلس فيه بتبقى اسرع بكتير، الاشاره العصبيه وهي ماشيه فيه اسرع بكتير من الحته اللي هي ما فيهاش مايلين شيز. فكتب لك ان كوندكشن اوف نيرف امبلس، توصيل النيرف امبلس في الحته المايلينيتد اكزون اللي هي كفرد مايلين شيز، يعني از ماتش مور رابيد او فاستر ذان النون مايلينيتد اللي هي رانفييه نود. يعني ليه؟ لان المايلين شيز بيعمل كانسوليتور ماتيريال، كماده عزله. كمان في هنا ممبرين كده من بره حوالين كل الكلام ده، طبعا من فوق بس انا رسمته هنا عشان تاخد بالك منه، في ممبرين من بره اسمه نيوروليما. فكتب لك اهو نيوروليما ده الاوتر كفر بتاع الاكزون او النير فايبر، الكفر اللي من بره اسمه نيوروليما. يبقى دلوقتي عرفت ايه؟ عرفت ان الاكزون ده طوله ممكن يوصل ل 1 متر، عرفت انه كفرد بطبقه من الدهون او فاتي لير بيسموها مايلين شيز، عرفت ان المايلين شيز بتطلعها الخلايا اللي تحت منها اللي اسمها شفان سيلز، عرفت ان المايلين شيز مش موجوده على طول الاكزون ولكن انتربتد ات سيرتن بوينت بيسموها نود اوف رانفييه تمام؟ اللي هي حته النون مايلينيتد، عرفت ان سرعه الامبلس بتختلف في الحته المايلينيتد اللي فيها مايلين شيز عن الحته النون مايلينيتد اللي ما فيهاش اللي هي نود اوف رانفييه. فطبعا ده هنعرف الكلام ده بعد كده. عرفت ان في ممبرين حوالين الاكزون كله اسمه او كفر يعني اسمه نيوروليما تمام، حوالين الاكزون او النير فايبر. طيب الاكزون كمان بينتهي ببرانشز كده بيسموها التيرمينال اربورايزيشن. لازم تعرف كمان ان اتجاه الامبلس بيجي منين، بيجي من الدندرايت للسيل بودي، يعني اتجاه الاكزون عشان تبقى فاهم، من الدندرايت للسيل بودي للاكزون للتيرمينال اربورايزيشن للنيرف سيل اللي بعد منها، يعني ماشيين من فوق لتحت كده. فكتب لك نورمالي النيرف امبلس بروباجيتد وكوندكتد ثرو ذا نيرف سيل ان وان دايركشن، بتمشي اتجاه واحد، منين؟ من الدندرايت لمين؟ للسيل بودي للاكزون، بعد كده لانذر نيكست نيورون، يعني عن طريق منطقه اسمها السينابس. هنبقى يعني نفهم الكلمه دي قدام شويه، اللي هو نهايه نيرف سيل، يعني بعد النيرف سيل دي ما تخلص كده بيكون في نيرف سيل ثانيه كده. المنطقة دي بيسموها منطقة السينابس. يبقى الإشارة بتيجي منين؟ من الدندرايت للسيل بودي للأكزون تيرمينال برانشز للنكست دندرايت أو السيل بودي اللي بعد منها يعني تمام، عن طريق منطقة اسمها إيه؟ السينابس. في ثلاث أنواع للنيرف سيل لازم نعرفهم، سنسوري نيرف سيل، موتور نيرف سيل، كونكتور أو انترميديت نيرف سيل. السنسوري نيرف سيل أو نيورون هي الخلية العصبية اللي بتنقل الإشارات الحسية،
بتنقلها من الريسبتور اللي على سطح الجلد توديها لغايه لغايه السباينال كورد والبرين اللي هو السنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي. نقول تاني، انت دلوقتي لما بتتلسع مثلا، مش في اشاره خاصه بالاحساس مشت في خليه عصبيه من مكان اللي اتلسعت فيه في صباعك مثلا او في ايدك، مشت الخليه العصبيه دي لغايه ما وصلت لغايه الايه السباينال كورد اللي في الظهر. فالخليه العصبيه اللي نقلت اللسعه دي اللي انت اتلسعتها بيسموها سنسوري نيورون. دي بتنقل امبلس منين؟ من الريسبتور اللي على السطح اللي استقبلت اللسعه لغايه السنترال نيرفس سيستم. ايه السنترال نيرفس سيستم؟ الجهاز العصبي المركزي ده اللي هو مين؟ البرين والسباينال كورد. البرين والسباينال كورد، تمام. نقول تاني، انت دلوقتي الانواع الخلايا العصبيه هيبقى في سنسوري وموتور وكونكتور. سنسوري يعني خاصه بالاحساس، زي ما انت تتلسع ففي اشاره عصبيه خاصه باللسعه دي بتمشي في خليه عصبيه معينه لغايه ما توصل للسباينال كورد وبعدين يبعتها للبرين، تمام. يبقى الخلايا العصبيه اللي بتنقل كونفي او ترانسميت الامبلس من الريسبتور اللي على السطح لغايه ما توصلها للسنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين او السباينال كورد بيسموها سنسوري. طب السباينال كورد او البرين هياخد افكت ازاي؟ هيبعت لي الحته اللي حصل فيها الجرح، العضله المسؤوله عن الجزئيه اللي اتلسعت فيها. طب انت اتلسعت مثلا، فتروح جايه الاشاره العصبيه دي تمشي في خليه عصبيه ثانيه اسمها موتور. موتور، الموتور دي يا جماعه بتروح موصله للعضله فتخليك انت تروح شايل ايدك. يبقى تاني في اشاره حسيه خرجت من الريسبتور راحت السباينال كورد، السباينال كورد يبعت للعضله بتاعت دراعك عشان تشيل ايدك، فبعت للعضله يقول لها ايه؟ حسي ولا يقول لها اتحركي؟ العضله رايحه عشان العضله عشان لا تحركي عشان تبعد ايدك انت عن المكان اللي اتلسعت فيه. الحاجات دي بتوصل في اجزاء من الثانيه. فعندي الموتور نيورون هي الخليه العصبيه اللي بتنقل اشاره من السنترال نيرفس سيستم من الجهاز العصبي المركزي اللي هو البرين او السباينال كورد لمين؟ اللي هتاخد الافكت، الافكت الاورجن اللي هي مين؟ المسل، العضله اللي هتخليك تشيل ايدك لما انت اتلسعت عايز تحرك ايدك بعيد. فمين اللي خلاها تشيل ايدك؟ الموتور نيورون تبعت اشاره للعضله عشان انت تتحرك، تمام. السباينال كورد هيبعت اشاره عن طريق الموتور عشان يخليك تتحرك، دي المصل. ممكن تكون الاشاره لجلاند، لغده. ازاي؟ ايه اللي بيعرف مثلا المعده بتاعتك ان في اكل وصل فيها؟ يعني مثلا انت ما اكلتش حاجه، هل هيبقى في اي انزيمات موجوده في قلب المعده؟ لا طبعا. امال الانزيمات بتوصل امتى؟ اول ما الاكل يلمس جدار المعده. طيب هو منين الغدد هتعرف ان الاكل وصل جدار المعده ولا ما وصل المعده ولا ما وصلش؟ اول ما الاكل يلمس جدار المعده في اشاره عصبيه بتوصل للسباينال كورد مثلا او البرين، يروح باعت اشاره للغده، المره دي بقى غده مش عضله، يبعت للغده يقول لها تطلعي الانزيمات. يبقى احيانا اللي هتاخد الافكت ممكن تكون عضله لو كان حاجه خارجيه عن الجسم، خارج الجسم، ولو كان حاجه داخل الجسم يكون اللي هتاخد الافكت هي مين؟ هي الجلاند، الغده، عشان تطلع الانزيمات، تمام. فممكن تاخد الافكت يا اما مصل يا اما جلاند، تمام. طيب طبعا الغده بتعمل حركه انها بتنقبض فبتطلع الايه الانزيمات. الكونكتور بقى احيانا تكون السنسوري والموتور مش واصلين ببعض، يعني عايز اشاره عصبيه من السنسوري لغايه السباينال كورد، واشاره وعايز نيرف امبلس من السباينال كورد لغايه المصل. يبقى انا محتاج واحده سنسوري طويله واحده موتور طويله. طب لو الاثنين قصيرين مش واصلين ببعض، بيبقى في وصله بينهم، في نيرف سيل في النص ما بينهم اسمها كونكتور او انترميديت نيورون. دي مهمتها انها توصل الامبلس بين السنسوري والايه؟ للموتور، يعني بتنقل الاشاره من السنسوري للموتور، تمام كده؟ بتبقى بين السنسوري والموتور. طيب اسمها كونكتور نيورون، تمام؟ في جزئيه هنتكلم عنها دلوقتي وهي حاجه ثانيه اسمها النيوروجيليا او الجلايال سيلز. احنا قلنا اتكلمنا عن اشهر خليه موجوده في الجهاز العصبي وهي النيرف سيل. في خليه تانية شهيره اسمها النيوروجيليا او الجلايال سيلز. النيوروجيليا او الجلايال سيلز، الخلايا الغرائيه. الخليه دي عندها سنتريولز. الخليه دي لازم تعرف ان عندها سنتريولز، عندها سنتريولز. ما دام عندها سنتريولز يبقى هاف ابيليتي تو ديفايد، لازم يكون عندها الابيليتي تو ديفايد، تمام. اهو هاف ذا ابيليتي تو ديفايد، ما دام عندها الابيليتي تو ديفايد يبقى عندها سنتريولز. طيب دي بتعمل ايه؟ بتعمل اربع وظائف، تمام. هي الخليه دي اسمها نيوروجيليا، موجوده هنا بين الخلايا العصبيه وبعضها، ده ارتري وده فين، ادي اهي موجوده، ادي السيل بودي مثلا اهو موجوده بين الخلايا العصبيه اسمها نيوروجيليا او جلايل سيلز. الوظيفه بتاعتها اربع حاجات، بتعمل اربع حاجات، ايه هما بقى؟ رينز او نسر ايا كان، يعني ريبير للنيرف سيل، بتعمل تصليح للار، ريبير للنيرف سيل، بتصلح النيرف سيل، الخليه دي بتصلح النيرف سيل. انسوليتور بتوين نيرف سيل، بتعزل بين الخلايا. نيوتريشن،
للنيرف سيل بتغذي الخلايا، سبورت للنيرف سيل بتدعم الخلايا العصبيه. فكتب لك انها اهو سبورت نيورون، انسوليتر بتوين نيورون، نيوتريشن للنيورون، ريبير الانجريد بارت اوف سام نيورون. يبقى بتريبير بتصلح وبتعزل وبتغذي وبتدعم النيرف سيل اهو، سبورت وانسوليتر ونيوتريشن وريبير، او ابداهم بالار، ريبير انسوليتر نيوتريشن سبورت. تمام. طيب احنا دلوقتي عارفين الجرجير مثلا بننزل نشتريه بتلاقيه مش عود لوحده كده، حزم على بعضيها، حزمه. الحزمه انت فاهم ان هي عود واحد ولا مجموعه عيدان؟ مجموعه عيدان. اهو الخلايا العصبيه احيانا بتبقى موجوده، او الالياف اللي هي بتاعت الخلايا العصبيه العود بتاعه الاكزون بتاعه ده ممكن يبقى موجود في حزمه على بعضيها، مجموعه نيرف فايبر او مجموعه اكزون على بعض، بيسموه نيرف بندل، بيسموه ايه؟ نيرف بندل. اذا نيرف بندل الحزمه العصبيه، الحزمه هل يعود واحد ولا مجموعه؟ مجموعه، مجموعه من النيرف فايبر او الاكزون حواليهم كونكتيف تيشو، حواليهم كونكتيف تيشو، اهو البند دي بيكون سراوند بايه؟ بكونكتيف تيشو. تمام. بيكون فيها نيوروجليا سيلز. تمام. تاني النيرف بند الحزمه هي مجموعه من النيرف فايبر او الاكزون. طب عايزين نشوف الكلام ده اهو يا عم، ادي الرسمه اللي بعدين جايب لك، ادي حزمه اهي عباره عن عود واحد ولا مجموعه عيدان؟ مجموعه عيدان حواليهم كونكتيف تيشو. تمام. دي بيسموها النيرف بندل. طب انت شايف بندل واحده ولا كذا بندل؟ كذا بندل. دول كلهم الكذا بندل دول بيسموهم نيرف، بيسموهم ايه؟ نيرف. يبقى النيرف بندل واحده ولا مجموعه من البندل؟ مجموعه من البندل. حواليهم ممبرين، الممبرين اللي بره ده بيسموه ايبي نيورم، بيسموه ايه؟ ايبي نيورم. ايه الايبي نيورم ده؟ ده الممبرين او الكونكتيف تيشو اللي بيحوط الوول نيرف. اهو ده كونكتيف تيشو سراوند الول ايه؟ نيرف، وبيحتوي طبعا على بلود فيسلز زي ما انتم شايفين كده. تمام. طبعا ده هنا جايب لك اكسون، وده طبعا المايلينشيس اللي حواليها، ودي رانفينوت، هنا ده النيورو لما اللي اتكلمنا عنه، ده كذا اكسون فبيسموه نيرف بندل، ده الكونكتيف تيشو بتاع البندل، دي كذا بندل اهي، ودي بلود فيسلز، ده كله الول نيرف. طبعا الرسم دي الول نيرف، ده اللي من بره ده الايبي نيورم او النيرف شيس. طيب ده كده احنا كده خلصنا كل الكلام على لغايه النيرف. المره الجايه هنتكلم على عناوين مهمه قوي اللي هو النيرف امبلس، الدرس اللي جاي واللي وراه من اصعب بصراحه، هيبتدي بقى الجزء شابتر 5 ده هيبقى اصعب، فياريت نركز مع بعض عشان خاطر يعني نذاكر دوت. ده كلام سهل، اللي جاي بصراحه كلام عايز تركيز جامد جدا جدا عشان نبتدي نفهمه. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.